ومين السنيوره الحلوه دي؟ مش معقول يا عمده مش عارفها، دي رشا بنت عم الدكتور محمود، ده حتى اسمها مكتوب تحت. بسم الله ما شاء الله، كبرت وبقت عروسه. اقرا بقى اللي تحت الصوره. ايه دي؟ انا مش مصدق. لا صدق، ده جورنال محترم قوي ومش ممكن يكذب ابدا. ما صدفه عجيبه، واحنا اللي كنا متفقين نسافر لهم النهارده. ربك رتبها من عنده، كلها كم ساعه او نعرف الخبر ده حقيقي ولا لا. بقول لك ايه، قوم انت شوف الجماعه عملوا ايه في الزياره، ناخدها معانا وجهز العربيه من جميعه. حاضر يا عم. بس رشا بنت عمي بقت حلوه قوي مش كده؟ حلوه في صحيح. بقول لك ايه، احترم نفسك قوم. حاضر ماشي يا عم ماشي. الله وكبرت بنتك يا دكتور محمود، لو صرت تطلع في الجرايد. انا مش فاهم انت متضايق ليه يا دكتور محمود، المفروض تبقى مبسوط وفرحان كمان. انا مش عارف مالي، يمكن صعبان عليا المجموع الكبير اللي رشا جايباه يروح حضر. ليه ما تكونش دكتوره ولا مهندسه؟ طب تعالى نحسبها من ناحيه الندره. ندره؟ ايوه الندره. خد عندك مثلا الدفعه اللي بتقبلها كليه الهندسه وكليه الطب وكليه الصيدله كل سنه بيوصل عددها للالوف، اما دفعه معهد التمثيل ومعهد السينما ومعهد الموسيقى ما بيزيدش عددهم ابدا عن 20. يبقى مين اللي نادر وقليل؟ انا فاهم قصدك يا دكتور، بس اشمعنى رشا؟ اشمعنى بنتي؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اختصها دونا عن غيرها بشيء جميل وبديع اسمه الابداع، ودي موهبه غاليه جدا ومميزه جدا. ولا انت العرق السعيد اللي جواك اشتغل؟ عشان يمكن بنسمع وبنقرا حاجات عن الفنانين، ده سببه الشهره والنجوميه اللي هم فيها وعيون الناس اللي عليهم، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، بيقعدوا فين. لكن الاساس هي التربيه والنشاه والاسره، هي دي في النهاية اللي بتحكمه، وكل مجال فيه كويس والوحش، وانت عارف كده كويس يا دكتور محمود. على رأيك يا دكتور، أجله ما سمعناش في مجال التمثيل يعني إن في فيلم موت بني آدم، ولا مثلا ممثل نسي فوطة في بطن متفرج. إيه النشاط ده؟ رايح النادي ولا ايه؟ نادي ايه يا بابا؟ دي شوية تمارين كده، إعداد ممثل يعني. قريت اللي في الجورنال النهارده؟ ما أنت عارف يا دكتور إني ما وراش جرايد، في إيه يعني؟ اجري وأنت تعرفي. معقولة؟ دي صورتي. وإيه اللي مكتوب ده كمان؟ أنت قريت يا بابا؟ قريته بدال المرة 10 مرات. رشا محمود أحدث اكتشاف للمخرج يوسف أمين، متفوقة وبنت طبيب مشهور. دول كاتبين عنك كمان يا بابا. ماما تعالي بصي يا ماما شوفي كاتبين عليا ايه. ماما جارت ومش مبسوطه. ليه يا بابا؟ ده انا حتى مبسوطه قوي. استغفر الله العظيم. تليفون عشانك. مين؟ اخوك العمده من البلد. الو يا عمده، والله انتوا كمان وحشني. معلش ظروف يا عمده، انت عارف بقى مشاغل المستشفى والعياده. الحمد لله نجحت، جابت مجموع كبير. انت عرفت كيف؟ قريت الخبر في الجرايد. لا ماشي يا اخوي، تنور طبعا، في انتظاركم ان شاء الله، مع السلامه. اخويا كمان جرى الخبر في الجرايد وجاي النهارده هو وابنه خالد. يا دي الفضيحه، يا دي الفضيحه. فضيحه ليه يا ماما؟ ما هو خبر محترم في جورنال محترم، وكاتبين كمان انها متفوقة وبنت طبيب مشهور، وانك بقيتي ممثلة. اهلك الصعايدة بقت لهم بنت ممثلة. وفيها ايه لما الصعايدة يبقى لهم بنت ممثلة؟ ما سناء جميل نفسها اهلها كانوا صعايدة وهي كانت ممثلة، ونادية لطفي كمان. فيها ايه يعني؟ فيها ان عمك النهاردة جاي هو وابنه بسبب الخبر ده. اعمل ايه؟ يا دي الفضيحة، يا دي الفضيحة. اعمل ايه بس يا ربي، اعمل ايه؟ أنا مش فاهمة يا بابا إيه اللي مضايق ماما دلوقتي، نفسي أفهم إيه الغلط اللي في الخبر ده يعني. بلاش انفعالات يا رشا، خلي الأزمة دي تعدي على خير. أزمة إيه يا بابا؟ أنا مش فاهمة حاجة والله. بعدين هتفهمي، المهم دلوقتي يا رشا ما تروحيش البروفة بتاعت المسرح دي. ما ينفعش يا بابا ما أروحش، أستاذ يوسف بنفسه عامل البروفة دي مخصوص علشاني، عشان ألحق زمايلي اللي بقالهم شهر ونص بيعملوا بروفات من غيري. يا بابا النهاردة كمان هيديني المشاهد اللي هخش بيها المعهد يا بابا. أنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف أعمل إيه.